اذا عندي ثيرد بورت او اذا عندي هون السنسر والسنسر نفسها في لها تايم كونستانت، بدي اطلع على البول هذا والبول هذا واثر البول هذا. نظريا السيستم هذا راح يصير ثيرد اوردر، واذا السيستم صار ثيرد اوردر راح يصير في عندي بول هون وبول هون وفي بول ثالث هون. اذا هذا البول كان له اثر وما كانش ابعد من هذول البولز، ما كانش اكثر من، راح يصير في عندي هون ثيرد اوردر سيستم. هذا نظريا ممكن يصير انستيبل. هلا هذا السيستم راح يقتربوا هذول التو بولز من بعض، وهذا البول راح يروح باتجاه الانفينيتي. هذول الخطين عند نقطه معينه راح يبدوا يتحركوا بهذا الاتجاه، وهذول راح يبدوا يتحركوا بهذا الاتجاه. هذول الاثنين هم الدوميننت بولز. وجود البول الثالث ايش عمل بهذا الروت لوكس هون؟ فصار عندي في عند نقطة معينة ممكن يصير هذا السيستم هون unstable. لكن من ناحية عملية إذا اطلعت على هذا السنسر، عادة إذا كانه سنسر مثلا، إذا كانه سنسر له تايم كونستانت صغير جدا، مثلا هون بالحالة هاي أنا حطيت هذه هون 1000 راديان بير سكند، أو إنه التايم كونستانت تبعها 1 ملي سكند، فهاي الترانسفير فانكشن هي نفسها الترانسفير فانكشن 0.001 S زائد 1. هاي ترانسفير فانكشن هي نفسها هاي ترانسفير فانكشن. ما دام هذا هون البول بعيد جدا بالنسبه لهذول البولز، بقدر اهمله واعتبره واحد على واحد، فصار هذا التايم كونستنت تبع هذه 0.2 تبع هذه بوينت وهذه واحد، لكن هاي التايم كونستنت تبعها 1 ملي سكند، ف1 ملي سكند اصغر بكثير من هذول، فبقدر اهمله واعتبره واحد على واحد، والستيدي ستيت جين تبعه هذا واحد اللي هو 1000 على 1000. اوكي؟